السلام عليكم مشاهدينا الكرام، عيدكم مبارك وأعاده الله علينا وعليكم بالخير والأمان. نستهل حلقة اليوم من زوايا الحدث مجددا. إذن عيد آخر في حضرة الحرب تتجلى فيه آثار الحرب المدمرة التي يعيش تحت وطأتها اليمنيون منذ قرابة 3 أعوام في تعز ومأرب وعدن، كما في صنعاء التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. لم يختلف الأمر كثيرا، فالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون جعلت منهم شريحة واحدة في مواجهة متطلبات العيد، فيما الحالة الأمنية المتدهورة ألقت بظلالها السيئة على المشهد في المدن الرئيسية. مشاهدينا، في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذه القضية لنناقش كيف استقبل اليمنيون العيد وما الذي بقي من أعيادهم. يجهد اليمنيون أنفسهم لانتزاع الفرح بالعيد من بين ظروف اقتصادية صعبة وحالة أمنية متدهورة، وكلها من مخلفات حرب لا تزال تدور ولا يبدو أن نهايتها ستكون قريبة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالمصائب لا تأتي فرادى كما يقال. هناك أيضا الكوليرا التي تجتاح البلاد مخلفة أكثر من 1300 حالة وفاة، فيما تصل حالات الاشتباه إلى أكثر من 200,000. وهنا يفرض السؤال نفسه، كيف استقبل اليمنيون عيدهم في ظل هذه الأزمات المتراكمة على كواهلهم؟ مشاهدينا، سنبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد أن نشاهد هذا التقرير. من بين أنياب قذائف وكوليرا وضيق حال طال أمده، ينتزع اليمنيون أفراحهم بأعياد لم يعد لها من طقوسها سوى القليل. يحل عيد الفطر هذا العام واليمنيون يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية بالغة الصعوبة بسبب الحرب التي دخلت عامها الثالث دون أفق يشير إلى قرب انجلاء غبارها. في تعز، المدينة التي تتلقى لوحدها منذ أكثر من عامين ما يوازي نصف الحرب الدائرة في البلد، لم تراعي الميليشيا حرمة العيد وبقيت ترسل قذائفها على رؤوس ساكني المدينة منذ فجر أول أيام العيد. مصادر محلية أكدت أن ميليشيا الحوثي والمخلوع شنت قصفا مدفعيا كثيفا على الأحياء السكنية شرقي المدينة، وأضاف السكان أنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من عدة مبان أصابها القصف دون معرفة حجم الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بها. ليست القذائف وحدها من تشوه وجه العيد وتنتزع من اليمنيين فرحته، فوباء الكوليرا الذي يخيم بظله الكئيب على حياتهم منذ أشهر بات ينغص كل محاولة للفرح في ظل انهيار المنظومة الصحية للبلد وتسارع انتشار الوباء مع عدم كفاية المعالجات التي تتخذها السلطات المحلية. عداد مفتوح تتصاعد أرقام ضحاياه بشكل خطير، مع أكثر من 1300 حالة وفاة وأكثر من 200,000 حالة اشتباه بالإصابة بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية. يزيد على كل ذلك ضيق حال وعسرة امتدت لتشمل معظم اليمنيين بكافة شرائحهم بعد أكثر من عامين من حرب افقدتهم أعمالهم ومصادر عيشهم. هكذا تبدو فرحة اليمنيين بأعيادهم غائبة وسط كومة كبيرة من المصاعب والمغالبة، ولم يبق منها سوى اسمها وبعض طقوس تذكرهم بفرح قديم مر من هنا. إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من تعز الناشطة المجتمعية ريهام بدر. سيدة ريهام، مساء الخير. مساء النور. سيدة ريهام، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. دعيني أن أبدأ معك من واقع عملك كناشطة اجتماعية. كيف تبدو صورة تعز في أول أيام عيد الفطر؟ كيف استقبل الناس هذا العيد؟ طبعا اسمح لي أن أتحدث اليوم عن مدينة ما زالت محاصرة منذ 3 سنوات، مدينة ما زالت تضرب حتى في الأعياد. مر على هذه المحافظة 6 أعياد خلال 3 سنوات وهي تعاني نفس المعاناة، وهي ما زالت تقصف وما زالت تضرب وما زالت تحت ضرب المترائية المتكررة والسلاح الثقيل. هذه المدينة خلال شهر واحد فقط وهو شهر رمضان ودعت 100 شخص تم توديعهم من أبناء محافظة تعز بسبب القصف المستمر على هذه المدينة في عموم الأحياء. ومع ذلك استطاع الناس أن يصنعوا ابتسامة على وجوه الأطفال، على وجوه النساء. قد تكون ابتسامة مليئة بالحزن والألم، لكنهم استطاعوا أن يصنعوا هذه الابتسامة معلنين عن استمرارهم في الحياة، استمرارهم في الصمود في هذه المدينة.
نعم سيدة ريهام، يعني الحالة، إذا ما تحدثنا عن الحالة الاقتصادية وأيضا الأزمة الإنسانية التي تعانيها المدينة، كيف ألقت بظلالها على المشهد؟ الأزمة الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم في عموم الجمهورية، ولكنها تزداد سوءا في محافظة تعز، وذلك بسبب الحصار كما ذكرت سابقا، وكما هو لا يخفى على العالم بأسره، بالإضافة إلى أن ما زالت الرواتب عالقة. كثير من الموظفين ما زالوا حتى اليوم لم يستطيعوا استلام رواتبهم التي ظلت مقطوعة خلال 9 أشهر. الحالة الاقتصادية للكثير من سكان محافظة تعز تكاد تكون تحت الصفر لولا بعض فاعلين الخير أو الداعمين أو المقتربين خارج البلاد، هم الذين يعملون على تصدير هذه المدينة من الجانب الاقتصادي، يصنعون السماع لوجوه الأطفال وأيضا الأسر بتوزيع العديد من السلع الغذائية أو ملابس العيد. نعم سيدة ريهام، كلنا نعرف أن يعني هذه المدينة تعز دفعت ثمنا كبيرا في هذه الحرب، هناك المئات من الشهداء وأيضا الآلاف من الجرحى. بالنسبة لهذه الأسر، أسر الشهداء والجرحى في العيد، يعني بالنسبة لهم كيف تتعاملون أنتم في المنظمات وأيضا المبادرات الداعمة مع هذه الحالات؟ مهما حاولنا كناشطين أو داعمين أو حتى مبادرات أو منظمات التعامل مع حالات كثيرة من حالات الشهداء، من أسر الشهداء أو حالات الجرحى، سنظل لا نقدم شيء. الأعداد تتزايد باستمرار، الوضع الصحي للجرحى سيء جدا. محاولتك أن تكون وسط أسرة لشهيد هي محاولة صعبة جدا، أن تحاول أن تكون أحد عوامل البسمة في وجوه الأطفال أيضا من العوامل الصعبة بالنسبة لنا كمنظمات أو حتى مبادرات أو حتى ناشطين. لن نستطيع تعويض هذه الأسر عما فقدوه، سواء من أبنائهم أو منازلهم التي تم تدميرها أو حرقها. نعم، بالنسبة لجهود الإغاثة المقدمة من المؤسسات التابعة للحكومة والتحالف العربي وكذلك أيضا المنظمات الدولية، هل تم تقديم أي منها خلال هذا العيد؟ نحن دائما نتحدث أن تعز خلال السنوات الماضية وحتى بعد أن فتح الحصار عن المنصب الغربي للمدينة، لم تشهد تعز خطة مؤسسية واضحة يتم من خلالها إدخال المساعدات أو السلال الغذائية أو المعونات التي قد تخفف من عبء هذه المدينة. كل ما يتم تلقيه من مساعدات إغاثية هي في الأغلب ما تكون عبر علاقات شخصية أو فاعلين خير، يغيب دور الشرعية تماما في هذا الجانب داخل محافظة تعز، بالإضافة إلى جانب المنظمات الدينية والدولية، بالإضافة إلى دور التحالف العربي. نعم سيدة ريهام، أيضا هناك فيديوهات اليوم وصلت من مدينة تعز، يعني هناك نوع من الاحتفال والابتهاج والفرحة أيضا في وجوه الناس. هذه الصورة التي وصلت عن المدينة ألا تعكس الجانب الإيجابي لدى الناس؟ هذه البسمة التي يحاول الناس دائما أن يتصنعوها هي ابتسامة الصمود فقط، لكن ابتسامة الفرحة قد تكون غائبة في بين ثنايا روح هذه المدينة. المدينة خلال شهر واحد ودعت 100 شخص، لكن الابتسامة التي يرسمها دائما وليس اليوم فقط أبناء محافظة تعز، احتفالهم الدائم والمستمر بكثير من المناسبات الوطنية أو حتى الأعياد المستمرة هي ابتسامة الصامد، هي رسالة إلى العالم بأسره أن هذه المدينة مهما تعرضت للكثير من القصف أو الأذى ستظل تبتسم وستظل صامدة. نعم، إذن أشكرك جزيلا الناشطة المجتمعية، كنت معنا من تعز السيدة ريهام بدر. مشاهدينا سينضم إلينا الآن من عدن الصحفي سامي الكاف. سيد سامي مساء الخير وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. مساء الخير وعيد مبارك على الجميع. نعم سيد سامي، دعني أبدأ معك. يعني عدن كانت قبلة للزوار لقضاء إجازة العيد خلال الأعوام الماضية، في ظل الأجواء القائمة الآن كيف كان العيد في مدينة عدن؟ طبعا من الصعب مقارنة
الوضع في عدن الآن من ناحية العيد بالوضع السابق ما قبل الحرب، لأن الحركة ما يفترض أن تكون سياحة داخلية من المدن إلى عدن توقفت تماما بعد الحرب، وهذا شيء طبيعي لنتيجة الحرب. بالنسبة للعيد في عدن بشكل عام هو عبارة عن عيد عائلي، تقوم العائلات بزيارات إلى بعضها البعض أو قضاء بعض الأوقات في أماكن الترفيه والمنتزهات أو الذهاب في الغالب إلى الشواطئ. نعم. بشكل عام الحالة المادية للأسر في عدن طبعا صعبة للغاية في ظل الانعكاسات التي تعيشها المدينة بشكل عام، وهذا يمكن ملاحظته لأي زائر أو حتى من سكان المدينة نفسها. نعم، لكن سيد منذ تحرير المدينة مرت فترة طويلة على تحريرها، يعني يفترض أن يكون الوضع كما ذكرنا قبل قليل أن يعني تكون الأجواء في هذه المدينة ويعني شبيهة بالأعوام السابقة التي كانت المدينة هذه قبلة للزوار من جميع المحافظات، ما سبب الاختلاف حتى هذه اللحظة؟ شوف أنا أختلف مع هذا الطرح لسبب واحد، لا يمكن الأخذ بهذا الطرح على محمل الجدية طالما القيادة السياسية للمحافظة غير قادرة إلى الآن على الأخذ بزمام إدارة الأمور في هذه المحافظة، وأعني بالذات المحافظ، محافظ عدن الجديد ما زال يدير شؤون المحافظة من قصر الرئاسة في العاشير، وهذا يدل على أنه إلى الآن لم يستطع الذهاب إلى مبنى المحافظة من حيث هناك أن تبدأ إدارة شؤون المحافظة. إذا لم يستطع الرجل الأول في المحافظة على فرض سلطته في المحافظة، بالتالي لا يستطيع أي جهة أخرى القيام بمهامها. نعم. هل وضحت وجهة نظري في هذه النقطة؟ واضحة، ولكن قبل أيام أيضا سيد سامي حلت الذكرى الثانية لتحرير مدينة عدن، الناس هل يعني يشعرون بفرق واضح وأن الوضع عاد إلى طبيعته؟ شوف، أغلب الناس في عدن مع التغيير الجذري الذي يمس المحافظة بشكل عام، وهذا التغيير يجب أن يكون على مستوى الدولة، فإذا لم يكون التغيير الجذري على مستوى الدولة فلن يحدث تغيير على مستوى المدينة، الأمور مرتبطة ببعضها البعض، و عودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل الحرب لن تتم إلا بوصول السلطة الموجودة التي تمثلها تغيير جذري على مستوى الدولة. سيد سامي أنت ذكرت، ماذا تقصد يعني بالتحديد؟ بالتحديد عودة الحياة الطبيعية إلى عدن وبالضرورة إلى بقية المحافظات لن تتم إلا بأن تفرض السلطة الشرعية في اليمن سلطتها على كل أجزاء اليمن. هذا الأمر ما زال قيد العمليات الحربية التي تتم في شمال الشمال أو حتى على مستوى الحديدة، بالتالي لا يمكن أن نتحدث عن ظروف طبيعية واليمن بشكل عام تخوض في حرب. عندما تنتهي الحرب يجب طرح هذه الأمور بحيث أنه هل عادت الحياة الطبيعية إلى عدن أو إلى حضرموت أو إلى الحديدة أو إلى الجوف أو إلى بقية المحافظات. لا يجب أن نطرق هذه المواضيع وما زالت اليمن تحت حرب. نعم، لكن المشكلة الأساسية هي بأن الحكومة لم تفرض سلطتها في المدينة، أم أن يعني التمرد على قراراتها هو السبب حتى اللحظة؟ يعتبر هناك الكثير من الملفات الشائكة متداخلة مع بعضها البعض، يعني على مستوى المواطن يريد أن تعود سعر دبة البترول إلى 3000 ريال، حدثت زيادة في فترة سابقة لأسباب مؤقتة وحدثت زيادة ب 700 ريال وكانت لفترة محددة. ماذا حدث بعد ذلك؟ تم تثبيت هذه الزيادة. انظر إلى سعر دبة الغاز الذي يئن المواطن من ارتفاع سعرها. كان أثناء الحرب يعني قبل سنة كان سعرها 3000 ريال، الآن سعرها 4000 ريال. من المسؤول عن هذا الكلام الذي يحدث؟ نعم، وضحت الصورة سيد سامي، ابقى معي، دعني أشرك معنا في الحديث الصحفي
الاقتصادي من مدينة عدن أيضا محمد الجماعي. سيد محمد مساء الخير وعيدكم مبارك. مساء الأنوار وعيد مبارك وكل عام أنتم بخير أنت وجميع ضيوفك والمشاهدين وسامي الكاف، حياكم الله جميعا. أهلا بك سيد محمد. يعني عيد آخر في ظل الحرب، كيف أثرت الحرب على أجواء العيد وأيضا احتفال اليمنيين بهذه المناسبة؟ حياك الله أخي وأجدد تهانينا لكل اليمنيين في كل مكان وخصوصا الذين في الجبهات يقاومون ويقاتلون من أجل هذا البلد. نعم. ودعني فقط أعرج على ما قاله الزميل سامي الكاف وهو يعني طرق موضوع في غاية الأهمية ووضع النقاط على الحروف. فعلا يقاس الوضع في عدن على اليمن كلها، وعدن هي ترمومتر القياس. إذا كانت هي فعلا القلب، قلب اليمن النابض، فلن يكون القلب سليما إذا كان الجسد كله أيضا غير سليم. نعم. فعلا هذه صورة صحيحة ويجب أن يفهمها الجميع. لا يمكن أن نقول أن الوضع في المحافظات المحررة سيء ونقيس عليه أداء الحكومة ونقيس عليه وضع اليمنيين، لأن هذا الجسد هو جسد واحد ويعتبر انفصاله انفصال المحافظة بوضع معين، لا يعتبر هذا قياس لأداء الحكومة والمحافظات المحررة. يجب ما يعيشه المواطنون في عدن يعيشه المواطن في صنعاء ويعيشه المواطن في تعز وفي إب وفي كل مكان، والمواطن كذلك في حضرموت. الناس كلهم في حالة واحدة. قد يختلف وجود بعض الخدمات الأساسية في محافظة عن أخرى، وذلك ربما ناتج عن أداء السلطة المحلية أو عن توفير الحكومة المتطلبات أو عن توفر بعض الأجواء والظروف المناسبة لوصول تلك الخدمات إلى بعض المحافظات. نعم. إلا أن عدن ربما وضعها وضع ثاني، لأن عدن هي العيد، وعدن كانت ما هو الأفئدة عندما كان اليمنيون يستطيعون أن يتنفسوا العيد كلهم في مدينة عدن في ظل أوضاع آمنة وأوضاع يعني مستتبة. اليوم سيعيد اليمنيون العيد الرابع ربما أو العيد الخامس في ظل سيطرة الانقلابيين وفي ظل عدم وجود مرتبات لكثير من قطاعات الدولة في على الأقل في نصف محافظات اليمن، والنصف الآخر يعاني من التقطع في كثير من الأحيان للرواتب في المجال العسكري وفي المجال المدني. هذا هو وضع الحرب، وبغير هذه الأوضاع ربما يعني لا نستطيع أن نتكهن متى سيصلح الوضع أو متى سيتحسن أو لماذا لم تقوم الحكومة بواجبها أو لماذا تتحرك. العيد الذي يعيشه المواطن اليمني في ظل حصار من قبل الحكومة، تعيشه الحكومة في ظل حصار من قبل القوى الإقليمية ودول التحالف، ودعني أكون صريحا، لم تتح للحكومة الكثير من المتاحات لكي تستطيع أن تتحرك ونقيس أدائها. حتى البنك المركزي لم يودع في خزائنه حتى ريال واحد، لا سعودي ولا إماراتي ولا أمريكي ولا غيره، لم يعني يحاصرونه في الخارج، ويأتي البنك الدولي وصندوق النقد محاولين فرض سياسة مستقلة وغير ذلك مما يراد أن يعزل البنك المركزي عن شرعية الحكومة. نعم. لذلك نقول للجميع عيد مبارك، ويجب على الجميع أن يتحركوا لتحسين هذا الوضع ولتحسين هذا الأداء، ويجب على الحكومة أن تسرع من وتيرتها وأن لا تنتظر، وخاصة في كثير من الجوانب مثل الرواتب تتأخر كثيرا بسبب إجراءات، وهذه الإجراءات أعتقد أنها لا تجوز في مثل هذه الأوقات، خاصة وقد يعني تجاوز الناس يوم العيد وما تزال كثير من الجهات لم تستلم رواتبها خصوصا المقاتلين في الجبهات، وهذا في يعني في نظري يسبب يعني ارتباك داخلي كثير وكثير. نعم. من الملل يحدث للمقاتلين وغيره. نعم. إذن ابقى معي سيد محمد الجماعي، أعود بسؤال أخير إلى سيد سامي الكاف. سيد سامي، في عدن يضاف إلى حالة عدم استعادة الحياة الطبيعية المشكلة الأمنية التي لا تزال رغم التقدم الحاصل تشهد بعض الاختلالات، كيف أثر هذا على استعدادات الناس للاحتفال بهذا العيد؟ شوف، أولا يجب وضع النقاط على الحروف من ناحية أمنية. تلت الحرب مباشرة،
كانت هناك اغتيالات شبه يومية، وهذا واضح بعد الحرب. الأجهزة الأمنية بقيادة مدير الأمن شلال بذل جهود في سبيل تثبيت الأمن ونجح في كثير من الأمور في هذه القضية، بدليل انخفاض أو شبه انعدام الاغتيالات التي كنا نشهدها في الفترة السابقة. لكن الوضع الأمني في أي مدينة سواء عدن أو غير عدن لن يتم إلا بنزع الأسلحة من الجميع ووضعها في الخانة الصحيحة، وهي السلطة. السلطة هي الوحيدة المخول لها بحمل السلاح. إذا ما لم تقم السلطة بنزع الأسلحة من الجميع فهنا خلل أمني. تنفيذ هذه العملية تحتاج إلى جهود وناس وأموال. الدولة إلى الآن ما زالت منشغلة في جبهات أخرى، نعم، سواء في الشمال أو في الشرق. ما لم نقم بهذه القضية الأساس وهي نزع الأسلحة، هي المشكلة في عدم انشغال الدولة سيد سامي بمسألة الوضع، المسألة الأمنية في عدن، أم المشكلة في عدم التعاون والتجاوب مع الحكومة في هذا الجانب من قبل المكونات داخل المدينة؟ أنا أحببت أن أسلط على الضوء على الحالة الأمنية بشكل عام، مع أن الأمور التي تجري على الأرض خلاف ذلك. كيف؟ هناك انقسام، هناك قوة عسكرية موجودة على الأرض تتمثل بقيام المجلس الانتقالي الذي أعلنه عيدروس الزبيدي بعد إقالته بأسبوع من قبل رئيس الجمهورية. هناك قوة على الأرض ترفض قرارات الرئيس عبد الرب منصور هذه، والدليل أنه هذه القوة إلى الآن لم تسلم مقر المحافظة وسكن المحافظ إلى المحافظ الجديد. إذن هذه الأحداث تدل على أن هناك انقسام على الأرض بين قوة ضد القوى الشرعية التي تمثلها الرئاسة برئاسة الرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذه. هذا الأساس. أما بقية التفاصيل ف مرتبطة بهذه القضية الأساس. نعم، هنا القضية الأساس. إذن وضحت الصورة سيد سامي الكاف الصحفي، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر السيد محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي من عدن. سيد محمد، في ظل الوضع كيف تبدو معالجات الحكومة، وإلى أي حد أثرت إجراءات الحكومة على التخفيف من الأزمة القائمة حاليا في المدن اليمنية المحررة وغيرها؟ والله أنا ربما ستجدني من القلائل المتفائلين جدا 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 بتحركات الحكومة البطيئة والرتيبة والمتأخرة في كثير من الأحيان. أنا أقيس الأمور من خلال التحركات العامة ومن خلال الأعمال الكبيرة التي تقوم بها الحكومة، نقل البنك المركزي، نقل شركة النفط، نقل الإدارات العليا لأهم الهيئات والمؤسسات الحكومية للدولة. هذا يتطلب عمل كبير وجبار، يتطلب كل يوم. وأنا في عدن شاهد لوحة لمؤسسة حكومية نقلت من صنعاء إلى عدن، يعني حولت إيراداتها إلى مثلا إلى البنك المركزي، أو استفادت الحكومة من إيراداتها. كل يوم هناك حصار، والحصار الاقتصادي حصاء سلاح الحكومة الكبير لحصار الانقلابيين في صنعاء. هناك يعني أوضاع لا نرضى بها جميعا، لكن نحن في حالة حرب والمواطن يدرك ذلك. صحيح قد لا نعذر الجانب العسكري في التأخر على مرتبات المقاتلين، وهذا الجيش الذي يعيد بناؤه من جديد، 7 مناطق عسكرية وألوية وحماية رئاسية وغيرها وخبر سواحل، نعم يسبب للحكومة، لكن أيضا لا يمكن أن نعذرها في هذا الموضوع بالذات، لأن هذا الموضوع حساس. إلا أن الوضع يسير ويسير بهدوء، وهذا الهدوء ربما هدوء قاتل لا يستطيع المواطن العادي أو حتى المتوسط الدخل أن يصبر معه أو يصمد.
هنا ايضا ذكرت انت سيد محمد ان هناك يعني صعوبه تواجهها الحكومه في الجانب الاقتصادي، يعني حصار اقتصادي من جانب الانقلابيين والذين يسيطرون على الكثير من ايرادات الدوله، وايضا عدم ثقه او التعاون من قبل التحالف والمجتمع الدولي في يعني رفض هذه الحكومه بجانب يعني اقتصادي ترتكز عليه الحكومه وتنطلق. فهذا التقصير او عدم الدعم المقدم لهذه الحكومه سبب عدم يعني التعويل على هذه الحكومة وأيضا قلة العمل والتحرك من قبلها أم ماذا؟ هذه الحكومة وهذه الشرعية الجميع يسندها بالتأييد المطلق في الداخل وكذلك أيضا، لكن في الجانب الاقتصادي والمالي يعني هناك البنك المركزي كما ذكرت أنه لا توجد أي وديعة لا للجانب الإماراتي ولا السعودي ولا الأمريكي ولا غيره. التأييد المطلق يعني الثقة المطلقة بالحكومة، وغير هذا لا يمكن لدول الخليج أو دول الإقليم أو دول المنطقة أن تقول أننا لا نثق بالحكومة في الجانب الاقتصادي. إذا كنت لا تثق بها فمدها بالخبراء وساعدها بالفنيين، ومؤخرا تم تعاون بين البنك التنمية السعودي والبنك المركزي اليمني في مجال الخبراء وتفعيل أجهزة وأنظمة البنك المركزي بما يتوافق مع أنظمة الاقتصاد العالمي، وهذا أمر طيب. لكن أيضا قلت لك يعني لو كان الموضوع موضوع ثقة لتم التعاون في هذا الجانب كثيرا، لكن هناك حصار اقتصادي من زاوية سياسية، حصار اقتصادي من زوايا تحالف ومصالح معينة وهي قد تكون شحيحة في بطبيعة الحال لكنها تؤثر على أداء الحكومة. وإلا لماذا؟ يعني معنى أن الأمر لا يتعلق بالثقة. نعم، لماذا لم يتح للحكومة تحرير كان المحافظة شبوة وإتاحة المجال للخط النفطي الواصل من مارب إلى شبوة وحضرموت لإعادة تصدير النفط؟ أنت تتحدث في أسوأ الأحوال عن 120 ألف برميل يوميا، هذا يعني مكدس في صهاريج صافر وفي صهاريج محافظات حضرموت وشبوة لم يتح له التصدير. لماذا لم يتح لهذا الموضوع؟ هل لأن الحكومة ستصرف هذه الأموال للجيوب الخاصة أم لأنها ستساعد الحكومة في الوقوف على قدميها والتحكم بهذا المنفذ أو ذاك وبهذا القطاع الاقتصادي أو ذاك؟ نحن مستاءون صراحة من هذا التصرف ونريد أن نسند الحكومة وندعو لهذا الموضوع سواء في وسائل الإعلام أو في تناولاتنا الصحفية. يجب على الجميع أن يطرق هذا الموضوع. نعم، إذن وضحت الصورة الصحفية الاقتصادي. كنت معي من عدن محمد الجماعي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة ليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي الناشطة المجتمعية من تعز كانت معنا ريهام بدر، وأيضا الشكر للصحفي سامي الكاف كان معنا من عدن، وشكر أيضا لضيفي الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلة الزميل كمال حيدرة ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.